في المقابل قصة أخرى يقول أحد يعني تروى عن أحد زهاد السالكين كان له شيخ وكان يرى من تقشف شيخه وتنسكه وزهده ما لم ترى عيناه مثل ذلك، فكان شيخه يعني في المقام الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام، فكان القدوة وكان المثل الأعلى. فحدثته نفسه بعد طول صحبة لشيخه: هل يمكن أن يكون على وجه هذه الأرض في هذا الزمان من هو أشد تعبدا أكثر تعبدا وأشد زهدا من هذا الشيخ؟ فدعته نفسه إلى أن يسأل شيخه، فسأله فأجاب الشيخ، قال له: نعم شيخي ما زال على قيد الحياة وهو أفضل مني وهو أفضل مني. فتاقت نفس هذا الشاب هذا السالك تاقت نفسه لأن يرى هذا الرجل، الإنسان تتوق نفسه لأن يرى النماذج العليا، ما كذلك تتوق نفس النازعة إلى الكمالات تبحث عن الكمالات، ثم تبحث تنظر كيف تحصل عليها أهلها وأصحابها حتى يحاول أن يقلد الإنسان، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قال الشيمة والقيمة جنب الشيخ، إذن لي أن أسير عنده هذا زور وأخبرني بمكاني. قال الرجل: هذا بعيد في البلاد الفلانية. قال زين طيب تأذن لي أنا أسير. قال طيب ذهب إليه وسلم عليه وقل يسلم عليك عن ولدك أو تلميذك. فذهب الرجل وقطع الفيافي والقطار لأجل أن يصل إلى مبتغاه ومراده. فلما وصل إلى تلك البلدة بحث عن هذا الإنسان، سأل عنه ودله أحد الناس، تعرفون السوق هو مجمع الناس يتجمعون الناس فيه، فدله الناس على بيت هذا الشيخ، بيت هذا العارف العابد الزاهد التقي الورع مقدم الآخرة على الدنيا، دلوه. فلما أشاروا له أو بالبيت أشاروا إلى بيت يعني فخم قصر، فبقي الرجل في حيرة: هذا بيت الشيخ وهذا شيخ شيخي وهذا أفضل من شيخي؟ هذه مصيبة، إما أن يكون اختبارا من شيخي ها، وإما أن يكون يعني. فبقي الرجل في حيرة يقلب أمره، فإذا بالرجل ذلك الشيخ يخرج من البيت ومعه الحشم ومعه الخدم وملابسه لا توحي إلا بأنه من أهل الدنيا، لا توحي ملابسه إلا أنه من أهل الدنيا. بقي الرجل في حيرة شديدة الآن ماذا يفعل الآن. المهم أقبل على الرجل بعد ذلك وسلم عليه على الشيخ وسلم عليه و يعني أضافه الشيخ، قال تفضل. دخل معه إلى البيت ووجد رأى يعني ما شاء الله مما لذ وطاب للنفس في ذلك البيت، وما زال في حياته. فالرجل نفسه في الأصل منقبضة مع شيخه، منقبضة عن الدنيا، فلما رأى فجأة هذه الزخارف بلا شك أن النفس ماذا يحدث لها، ماذا يحدث لها؟ تنقبض أكثر مما تخاف، يخاف الإنسان لا يرتاح. لماذا؟ لأنه يرى الدنيا الآن، يرى أنه وسط الدنيا، يخاف على نفسه مباشرة، يريد أن يهرب. فقال له: أنا في الحقيقة جئتك من بلاد فلانية، أنا شيخي فلان زين، وذكر لي مرة أن شيخه يسكن في هذه يعني البلدة وأنك شيخه، وطلبت منه أو استأذنته في زيارتك فأذن لي، فأنا يعني زرتك الآن وأنا يعني هو يسلم عليك وأنا أريد أن أنصرف، اسمح لي كذا كذا مرة خير، كما يقول العمانيين جايب بروة مستعجل جايب بروة بغى ترجع، جلس يا رجال صاحبنا يوم ويومين ثلاثة جلس معنا. قال: لا أريد أن أعود. زين، فقال له: هل ما زال شيخك فلان، يقول لهذا السالك، يقول: هل ما زال شيخك مقبلا على الدنيا محبا لها؟ فاغتاظ هذا الإنسان، ترى أنا شيخي مقبل على الدنيا وهذا إيش يسميه؟
ماذا نسمي هذا؟ لكن ماذا يصنع؟ ها؟ شيخان. شيخان. المهم الرجل عاد بعد ذلك من هذه التجربة التي يعتبرها قاسية، وعاد إلى شيخه كما يظن هو بخفي حنين، لكن الجواب أكبر من ذلك كان. فلما جلس بين يدي شيخه قال له: اسمع، يسلم عليك أو بعده. زين شيخ، يا الله يهديك، أنت تقول لي إنه هذا الرجل يعني أزهد منك وأعبد منك وأقبل إلى الآخرة منك، أنا رأيت الدنيا كلها هناك، رأيت الدنيا كلها هنالك. فقال له: وفوق هذا زينك من الشعر بيت يقول لك: ما زلت تحب الدنيا، اسمح لي، لكنها تراها أمانة وصلها، ما زلت تحب الدنيا. فبكى شيخه، فبكى شيخ، قال: هو شيخي وأعرف، أعرف بحالي. صحيح. يقول: أنا في مجلسي هذا تحدثني نفسي متى تأتيني لقمة زائدة، وتحدثني نفسي متى يدخل علي درهم أو دينار، تحدثني نفسي. ولكن ذلك الرجل معرض، ذاك شيخ يقول معرض عن الدنيا، لكنها إذا أقبلت عليه لا تؤثر فيه، أنت رأيت إقبالها عليه فقط، ولكن لم ترى جوهرها، لو ترى باطنه رأيته في إقبالها عليه، ولو رأيته في إدبارها يعني لعرفت حقيقة، لعرفت حقيقة الرجل. فإذا هذا الشيخ، هذا الشيخ يعيش في 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 بحبوحة من العيش، ولكن تلك البحبوحة في حقيقتها لم تستعمر باطنه، لم تستعمر باطنه، وإنما فقط لبسها في الظاهر لأجل ماذا؟ لأجل حياة الناس، ولأجل أن يكون من العاملين في هذه الدنيا.